كل ما يخص رواية الحرف القرمزي، يعني هذا رواية تدرس ببعض الجامعات، بعض الكليات الأهلية والحكومية. فإذا هذه الجامعة تأخذ هذه الرواية اللي موجودة، فتقدر تحمل هاي الملفات، ومثل ما ذكرت لك دائما لا تستعجل، الملفات هواية وراح تستفاد إن شاء الله من عندها. زين يعني، فتقدر تحمل هاي الملازم كلها، نشوف يا ملزم عجبتك تقدر تختارها. لا تنسى تشترك بالقناة وتنشر هذا الرابط وتعلق تعليق زين وخير مثل وجوهكم الخيرة. يا ربي كلكم إن شاء الله تنجحون وتخلصون من هاي السنة وكلكم متخرجين ومتعينين.